من وقت ما بدأت الحرب العالمية على غزة والعالم كله كان حاطط مواقفه على ميزان المصالح والمكاسب، كل حكام الغرب جريوا على الكيان الصهيوني، قدموا فروض الولاء والطاعة لحكام تل أبيب ويعلنوا دعم نتنياهو وحكومته ضد بربرية الفلسطينيين. بعد 7 أكتوبر العالم ادى للمنطق أجازة، ركن على جنب حقائق انه الكيان الصهيوني قوة احتلال وان المقاومة للاحتلال دي مشروعة، وبدأت بعدها موجات الدعم والمساندة والتسليح والتبرير للمحتل على حساب أصحاب الأرض. لكن جيش الاحتلال مش محتاج يتركله المنطق على جنب، هو أصلا كيان خارج نطاق المنطق. مجموعة عصابات إرهابية اتحولت لدولة عنصرية دينية، فكان الطبيعي جدا أن النازية بالنسبة لهم تبقى قدوة والفاشية مجرد فصل في كتالوج جرائمها الكتير. لكن لما بدأت حكومة الاحتلال حربها، العالم شاف قدامه بشاعة ملهاش نظير، شاف جرائم حرب بترتكب قدام عينيه، شاف مجموعة مجرمين حرب لابسين بدل، شاف سفاحين بيقتلوا الأطفال والستات، وفي المقابل لقى قدامه مواطن صامد، مقاومة مبهرة، شعب مؤمن بأرضه وقضيته. وبدأت موازين العقل تختل بعد ما العالم اكتشف علنا ان كل القيم اللي قامت عليها حضارة البشر هي مجرد وهم حبر على ورق، وان العدالة الدولية كذبة. ولما اتجهت العيون ناحية الجاني عرف العالم ان الصهيونية خطر على البشرية، وبدأت عزلة الكيان الصهيوني. اول الخطوات كانت موجة من الدول اللي قطعت علاقتها مع الصهاينة، بعدها جت قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل قدام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية. كل ده والكيان الصهيوني بيمعن في جرائمه وبيقدم للبشر أشكال من المجازر ما شافتهاش البشرية في العصر الحديث قبل كده. وبعد كده جت مطالب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه، وبعدها اعترافات دول أوروبية بدولة فلسطين المستقلة عشان تواجه إسرائيل حالة من العزلة، حالة من النبذ الدولي والتعامل معها باعتبارها خطر على البشرية. ومن العزلة دي إن شاء الله هينهار هذا الكيان الهش، وهنشوف الدولة الفلسطينية واقع نعيشه، واقع دفع ثمنه دموع ودم ووجع وألم ملهوش حد، تمن لا يمكن تقييمه بميزان المصالح ولا الفلوس، واقع مش هيأثر إلا على كل اللي عنده في قلبه ذرة إنسانية. عن الحرب العالمية على غزة وعزلة الكيان الصهيوني هنحاول نفتح ملفات كتيرة مع ضيوفي اللي منوريني في استوديو مصر الجديدة، الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي وسفير مصر في اليونسكو سابقا، أهلا بحضرتك معانا ومنورنا في مصر الجديدة، والدكتور حسام الدجني أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة في غزة، أهلا بحضرتك معانا دكتور حسام منورنا. والحقيقة يعني اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين كدولة، هل هذا سيغير من الواقع الأليم الذي يعيشه الفلسطينيين، من الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيين؟ هل هذا يعني يؤثر ضمنا ومعناه ضمنا الحق في تقرير المصير الفلسطيني؟ الحقيقه انه اللي حصل ده يعني شيء يبشر بالخير، ويبشر بانه المجتمع الدولي وخصوصا الاتحاد الاوروبي اللي هو بيجمع اكبر عدد من الدول حليفه طبعا الولايات المتحده الامريكيه، بدا يتفهم الوضع في من الناحيه الصحيحه والواقعيه. اسبانيا والنرويج وايرلندا من الدول المهمه جدا في الاتحاد الاوروبي، اعتقد انه سيحظو حظوهم دول اخرى في القريب العاجل. سمعنا ان سلوفينيا كمان ابتدت تتكلم على انها هتعترف بدوله فلسطين. طيب المشكله مش انه الدول دي تعترف بفلسطين، مش ده المشكله. ايه المشكله؟ المشكله انه فلسطين لازم تبقى عضو في الامم المتحده. والعضويه في الامم المتحده لا تشترط ان الدول تعترف بفلسطين او بالدوله اللي هتبقى عضو.
يعني مش لازم، لانه اسرائيل لما انضمت لعضويه الامم المتحده ما كانش حد معترف بيها، ومع ذلك انضمت الى عضويه الامم المتحده سنه 48. طيب اليه الاعتراف او اليه الانضمام للامم المتحده دي المشكله اللي انا عايز اعرضها، وهي مشكله قانونيه. الماده 4 في فقرتها الاولى، الماده 4 من ميثاق الامم المتحده بتتكلم على انه جميع الدول المحبه للسلام عليها انها تنضم الى عضويه الامم المتحده. كلام جميل. طيب الماده الثانيه، الماده الثانيه في الفقره الثانيه في الماده 4 بتقول انه انضمام الدوله لعضويه الامم المتحده يتم من خلال قرار من الجمعيه العامه بموجب او توصيه من ايه؟ مجلس الامن. كويس؟ اذا الاولويه والحسم في موضوع العضويه بيتم من خلال الجمعيه العامه للامم المتحده، لانه ده بيصدر بيه قرار. التوصيه اضعف. انت بتوصي بانه خدوا فلسطين دوله في الامم المتحده. لا يجوز من الناحية القانونية أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو في مسألة من هذا النوع. لأنه الفيتو أعطي للدول الخمسة الأعضاء الدائمة في الأمم المتحدة، أعطي لهم في مؤتمر يالتا سنة 45. ليه؟ علشان من خلال الفيتو يقدروا يحافظوا على السلم والأمن الدوليين. المحافظة على السلم والأمن الدوليين بتبقى في اطار الفصل السابع من الميثاق. لكن عندنا الفصل السادس من الميثاق بيبقى في حل المنازعات بالوسائل السلميه. ده مجلس الامن ما بيصدرش فيه قرارات، ده بيصدر فيه توصيات. هل عضويه فلسطين في الامم المتحده تحتاج الى نظرها في اطار الفصل السابع؟ هل عضوية فلسطين دي مسألة يعني بتهدد السلم والأمن الدوليين؟ إذا استخدام الفيتو في مسألة خاصة بعضوية الدولة خطأ. ولكن الدول ما بتتساهل في هذا، وبالتالي القرار النهائي، يعني لو مجلس الأمن أصدر قرار، أصدر توصية بقبول فلسطين الى عضوية الامم المتحدة والجمعية العامة رفضت، كلامها هو اللي يمشي. لان هي اللي بتصدر قرار الانضمام مش مجلس الامن. وبالتالي المفروض ان هذه الاوضاع يتم تصحيحها في اطار الامم المتحدة. بمعنى انه انا لابد ان انا اجعل التصويت على الانضمام للعضوية بدون استخدام حق الفيتو، لانه اللي هيصدر عن المجلس عباره عن توصيه مش قرار. والقرار بيترك ليه؟ وده الكلام ده انا مش بقوله يعني، الكلام ده كتب فيه ناس كتير وفقهاء قانون دولي وموجود في سجلات الامم المتحده. يعني الكلام ده كلام قانوني مش كلام سياسي. وبالتالي يجب ان تنتهي مشكله فلسطين. هقول لك حاجه تانية، فلسطين دوله عضو كامل في منظمه اليونسكو اللي انا كنت فيها، يعني عضو كامل. فلسطين دوله عضو في المحكمه الجنائيه الدوليه. ماذا ماذا نقول؟ تقوم فلسطين ما تقدرش تدخل في عضويه الامم المتحده؟ ما هو المنطق انتحر. لا، والامم المتحده المفروض انه احد نصوصها بيقول ان احنا عايزين الامم المتحده تبقى منظمه عالميه، بحيث انه جميع دول العالم يبقوا اعضاء في هذه المنظمه العالميه. كيف احرم فلسطين من انها تخش عضو في الامم المتحده؟ في المقابل انا قبلت اسرائيل كعضو في الامم المتحده. طيب الولايات المتحده الامريكيه بتقول لا، يجب ان تتم هذا عن طريق المفاوضات.
بين الجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي. قال هما كانت اسرائيل اتفاوضت مع الفلسطينيين عندما تقدمت لعضوية الامم المتحدة. هل كان هناك تفاوض؟ هي دخلت الامم المتحدة ولقت كثير من الدول تأيدها، وخصوصا بعد المحرقة وبعد اللي حصل في اليهود على يد هتلر. طيب انا ليه هنا بكيل بمكيالين؟ ليه ما بطبقش القانون؟ ليه ما بطبقش الميثاق؟ فده خطأ فادح من جانب يعني يقوم بتصليح هذا الخطأ الفادح اللي احنا كلنا شايفينه بعينينا. على الجمعية العامة للأمم المتحدة انها تقوم، لانها بتتكون من جميع دول العالم. فيجب عليها انها تصحح هذا الخطأ، ويجب عليها انها تتمسك بنص المادة الفقرة الثانية من المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، وتقول ان القرار قراري، كما انه الممارسة العملية بتقول لما يحصل مثل ما حدث على الجمعية العامة انها ان تراجع مجلس الامن وتقول له ايه؟ انه في عندي 143 دولة وافقوا على عضوية فلسطين، تفضل صوت مرة تانية وعيد المحاولة والتصويت.